مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. مرة أخرى عواشركم بركة مسعودة باش ما كتمنوا. أكيد أنه خلال هذا الشهر الكريم غادي نطرقوا المواضيع اللي كتقيسنا واللي كتهمنا بطبيعة الحال، وحنا كندوزوا هاد الأيام المباركة اللي كنتمنى أنها تكون مباركة على الجميع. كثير منا كيشوف رمضان هذا العام ماشي بحال رمضانات اللي فاتوا، وكثير منا كيشوف باللي رمضان ديال هذا العام على الأقل حسن من رمضان اللي فات، ولكن تطرحوا أسئلة كثيرة على النفسية ديالنا وكيفاش تقبلنا أنه في رمضان ندخلوا لديورنا مع الثمانية ونحسوا بداك الإحساس ديال أنه ما عندكش الحق تخرج من مورا الفطور. كاينين الناس اللي لقاو صعوبة نفسية في أنهم يتقبلوها وما تقبلوش أنهم يتجمعوش مع أحبابهم، مع عائلاتهم، مع الناس اللي قراب ليهم. وكاينين الناس اللي قالوا اللهم هكذا ولا تكون المأساس أكبر، على الأقل هذا العام قادرين نتحركوا بنهار بحرية أكثر، قادرين نديروا مجموعة من الأمور، قادرين نخرجوا للخدمات ديالنا لحياتنا، ولكن الظروف راه كتغير بشوية بشوية. باش نناقشوا هذا الموضوع حاضره معنا اليوم مشرفانا لاله هدى أستار، وهي اخصائيه نفسيه مختصه في العلاج بالطاقه. مرحبا بك لاله هدى. شكرا سكينه، سعيده جدا بالاستضافه ديالك ليا في هذا البرنامج. لاله اختك وشكرا مبروك والجميع ليك ولجميع المشاهدين. وانت كذلك رمضان كريم، كي دايره مع رمضان؟ لاباس بخير صافا الحمد لله. تعادون غلبك غلبتي ضروري شويه مي حنا اوفي معك الحمد لله. الحمد لله. بدايه لاله هدى، بزاف الناس كيطرحوا السؤال علاش يتسد علينا هذاك الاحساس ديال انه مسدود عليا ما قادرش نتقبلو، علاش نتحطو في هذا الموقف بحال هكا؟ كما كنعرفوا سكينه هاد لا كيسيون ديال علاش هي شويه كبيره علينا لان راه كتعرف الظروف، هذا ماشي استثناء ديالنا حنا بوحدنا في المغرب وفي العالم باسره كلشي مسدود لضروره وقائيه من هذه الجائحه اللي كنتمنوا في اقرب وقت انها تمشي او بالاحرى اننا نقدروا نتعايشوا معها بعد التلقيحات اللي كيكونوا، اننا نقدروا نرجعوا شويه بشويه لحياتنا العاديه. اما لو فات انه كيفاش وعلاش احنا مسدود علينا، فهذا بروتوكول كيدار من عند الناس المختصين باش اننا ما نتلاقاوش وما يكونش واحد نسيطروا على الوباء بشكل خاص وبشكل عام. من هنا لهدى كيتطرح السؤال علاش ما كنتقبلوش او لك البشر بصفه عامه، علاش ما كنتقبلوش نفسيا اننا نتحبسوا بظرف او باخر؟ دابا بزاف الناس كيقول لك نحس براسي انا مسجون، ما عنديش حريتي، ما هذه المساله قتلاني. وربما بزاف الناس اللي صرحوا باصابتهم باكتئاب او اضطرابات نفسيه اللي كانت بارزه خلال هذه المرحله، سورتو ربما ماشي في الكونفينمون ولكن في هذه الوقيته اللي حنا عايشينها دابا. وي سكينه، خاصك تعرفي بان الانسان اثمن حاجه عنده في الحياه هي الحريه. لو ما الحاجه الوحيده اللي كيقدر ما يتخلاش عليها هو لا ليبرتي ديالو، سي ميكانيزم اللي هو طبيعي. وثاني حاجه هو اننا عندنا لا ريزيستانس او شانجمون، حنا ما كنقدروش اننا واخا كنبغيو التغيير وكنطلبوا التغيير، والناس ديما كتلقاهم كتقول بغيت نبدل حياتي، بغيت شي حاجه جديده، ولكن كتلقاي ديما حنا كاينين واحد لي ميكانيزم دو ريزيستانس التغيير، لاننا كنخافوا من لانكونو وكنخافوا من المجهول. من المجهول بان كيفاش غادي تكون حياتنا، حنا حيت كنبغيو السيطره، عندنا واحد الدافع ديال الكونترول، كنبغيو نعرفوا كيفاش الامور غادي سافا سباسي، فوقاش غادي تسالي، كيفاش غتكون حياتي. الوغ كو الحاجات اللي دوزنا في الباسي حنا ما كناش عارفينهم، هما كانوا ديجا دي زانكونو، دي شوز اللي هما مجهولين. اي دونك حنا لا ليبرتي هاد الكورونا انا بالنسبه ليا ومن وجهه النظر ديالي هي جات اننا باش تعلمنا بان لا ليبرتي كتكون الداخل ديالنا. حنا لا ليبرتي ما بقيتش انني في داري ولا انني ما غنبقاش نشوف احبابي ولا هاد كورونا جات طلعت لينا الا كانوا الناس كيجيهم اكتئابات، جات طلعتنا واحد الادمانات عاطفيه، واحد العادات اللي كنديروهم وكنلقاو راحتنا فيهم بحال كنسميو لا زون دو كونفور ديالنا. جات كنتعودنا اننا نشوفوا بعض الاصدقاء تولى هنا ادمان، ماشي باغ ان بليزير مي سي اون نيسيسيتي، صافي كنديروها اليوم صافي خاصنا نديروها غدا صافي خاصنا نبقاو ديما. الا جات تحبسات عليا ما غنتقبلهاش تماما. كيجي عاوتاني بحال دابا ادمانات عاطفيه على الوالدين، كنعرفوا بان والدينا هما اثمن حاجه في حياتنا وعندنا علاقات معاهم، ولكن لو فات انهم يتحبسوا علينا بحال اللي كنحبستي على شي واحد شي دواء كياخذوا ولا شي حاجه، بحال كنوليو كنعيشوا بواحد لي زاديكسيون ايموسيونيل اللي ملي كيمشي هذاك الشخص ولا كتمشي ذاك العاده حنا اون سوفر، حنا ما كنسوفري اون سوفر با من الفراق، اون سوفر من لا بريزونس، داكشي اللي كيعطينا ذاك الانسان. اي دونك كورونا جات باش تورينا هاد
اون فات سي اون انفيتاسيون اننا كيفاش نقدروا الناس نعيشوا بوحدنا وكيفاش نقدروا نعيشوا مع الناس. نعم باش يكون عندنا واحد ليكيليبغ ايموسيونيل. علاش كاينين الناس اللي شافوها من الزاويه النفسيه كانه مشهد من النهايه، لانه في واحد المرحله معينه كنا كنفكروا كيفاش غنحمي راسي، كيفاش غادي ما نتصابش بكوفيد. ناس اللي مولف كنتلاقاهم كنتعانقهم كنتسالموا كنتقربوا من بعضياتنا من بعدين على بعضياتنا، وبقات شويه التاثيرات ديال هذه المشاعر هذه. حتى الناس اليوم كاين اللي كيقول لك ما بقاش عندي لو بليزير، ما بقاش كنحس بديك المتعه ديال الحياه، بحال النهار جاي بحال غادي بحال ما بقاش عندي شي اختلاف. دابا في رمضان عاد غيكون عندي مشكل، وحتى دابا في رمضان كاين الناس اللي كيقول لك مثلا انا صافي مورا الفطور كيجيني النعاس، ما بقاتش عندي ديك لونفي ديال انني نتحرك ونوض وداك الشيء اللي حنا مولفين وكنجلس مع العائله وتنديروا مثلا ديك السهره ديالنا كاملين رمضان والنعاس ما كافيش، صافي جو مي سون فيبل ما باقي بغيت حتى شي حاجه، مسامح في كل شيء. داكوغ، هو اولا باش نجاوبك على السؤال الاول ديالك، هو انه الناس شافوها كنهايه والناس كانوا كيحداو راسهم، وانا في الاول دي شوز هما سي نوفوتي شي حاجه جديده. سي فري كانوا دي بانديمي في العصور اللي فاتوا، ولكن كنا كنسمعوا هذه زيستوار وجات الوقت وشاء الاقدار اننا نعيشوها. دونك ما عارفينش شنو معنيت هذا الفيروس، ما عارفين شنو مال كاسكيل في وش اكل دوغري كيقتل اكل شويه الخطوره مدى الخطوره ديالو. دونك في الاول خدينا جاتنا الهلع، هما لي ميكانيزم دو ديفونس ديالنا اننا اون سو بروتيج، ان لو سيرفو ديالنا ريبتيليان اللي كيبغي لا سيرفي كي حارب من اجل العيش ومن بور سورفيفر، اي دونك اوتوماتيكمون اون سو بروتيج، لان كتعرفي الخوف ديال لومانيتي هي لا مور، واخا هو سي ان هو الحقيقه الوحيده اللي كاينه كنخافوا منها. دونك مي اوتوماتيكمون كنتخلعوا بحال ما دي ديك العافيه وغادي تزحط السيرفو الحيده اوتوماتيكمون اون سو بروتيجي. ولكن ملي جلسنا وشفنا وتاقلمنا وعرفنا شكون اللي كيموت شكون اللي ما كيموتش، صافي واحد الوقيته ولينا ديما حنا بطبيعه الانسان عنده لي ميكانيزم كما قلت لك دادابتاسيون اللي كيولف. حنا بطبيعتنا كانسان كنتاقلموا مع جميع لي سيتوياسيون سواء بالاختيار او بالاكراه، زعما بغيتي ولا كرهتي غادي تولف واحد لا سيتوياسيون. دونك هاد لا سيتوياسيون اللي جينا اننا في رمضان كنجلسوا كنا مولفين اننا كنخرجوا مع العائله كنخرجوا مع الاصدقاء، هذا ان نوفو مود دو في اللي هو ماشي انت كيف كتشوفي بانه ما بقاش عندهم الاراده، بوتيتغ سي ان اسباس دو بي اللي ولا جديد. حنا اسو كاينه متعلمنا اننا نهروب من انفسنا، ما كنديرش علاقه مع انفسنا، ما كنبغيوش نجلسوا مع انفسنا. دونك كي كتشوفي عندك شي مشكل ولا عندك اون تريستيس، اول حاجه اش كنديروا هو كنعيطوا الاصدقاء كنعيطوا الاحباب، فعاد ما نجلسوا مع راسنا ونغيغلو هذا المشكل ونكونوا اون بريزونس مع لي زيموسيون ديالنا ونشوفوا شنو اولو دو لي زونفي ونبقاو نهربوا ولا نديروا فيلم لا غادي نخرج لا غادي نفوج لا غادي ننسي. ودونك جا الوقت هذه المره باننا ما غننسيوش، غنواجهوا راسنا، غادي نواجهوا راسنا حيت انرجيتيكمون وفي طاقه. هذا لو مومون كان الارض كتسيليف اون كونسيونس كتطلع في الوعي. دونك جا واحد الوقت اننا غادي نواجهوا مخاوفنا سواء في الموت سواء في الفراق، غادي نخلوا بعض العادات والتقاليد، هما كاينين عادات وتقاليد زوينه ولكن اللي ماشي هما اساس اننا نكري اون في لي كي ايبانوي. غادي نتعلموا نعيشوا شويه بوحدنا باش وما نحسوش بالتخلي ديال الناس، لان لو فات شنو اللي كيخلي الناس يسوفريو هو ان صديق كيمشي اون امي كتي كتسالي كاين نهايات ديال الخدمه كنخرجوا من الخدمه ما كنعرفوش بان لا في هي ديما ان شانجمون. اي دونك هاد الوقيته جات باش نتجلسوا واحد اللحظه تامل مع نفسنا ونشوفوا لي دولور ديالنا ونعرفوا نعيشوا افيك لي جون اي سون لي جون، بامكانيات ولا بلا امكانيات. الناس اللي انتهت عندهم العمل ديالهم سواء اللي خدروا دي ليسونسيمون، هذه فرصه لهم بوغ بوتيتغ كريي دي بيزنس باش يعرفوا شنو هما الميولات ديالهم شنو هما الهوايات ديالهم، يمكن يلقاو فرص احسن. يلقاو فرص ماشي يمكن، اكيد، لان ما كتساليش شي حاجه الا باش تجي حاجه أخرى اكبر وافضل. دونك هذه فرصه انني نجلس نشوف الامتنان، يكون عندي واحد الامتنان لهذا الشيء اللي عندي هذا الشيء اللي دوزت. وكما قلتي في بدايه البرنامج هذا العام احسن من العام اللي فات. دونك احنا ماشي كاين شي حاجه بوزيتيف فوالا، وحنا شنو اللي كيخلينا نعيشوا ونزيدوا نعيشوا هو الامل ليسبوار. دونك باقي دابا الحمد لله كنا افون في رمضان ما كنخرجوش بالنهار، دابا كنخرجوا بالنهار كنتلاقاو هنا بعد اليوم شتك دونك انا شتك فوالا. دونك افون كنا كنديروا بسكايب، دونك حنا ماشي ممكن الحمد لله انفراجات، ودونك خاصنا نشوفوا الامور بايجابيه اكثر. اي بوتيت غادي يتحلوا واكيد غيتحلوا فرص كثيره اللي في شي خدمه ماشي هي هذيك، هذه فرصه
باش يبدل. اللي جالس مورا المغرب عنده شاري شحال من كتاب وما قراش، هذه فرصه. دونك اللي ما كيقريش بزاف مع عائلته، كنعرفوا باننا ملي كتكون واحد العائله كيجي المغرب الراجل كيمشي يصلي تراوح وكيمشي يشرب قهوه، المراه بتات كتخرج مع صاحبتها اطوا كيمشي يقرا. هذا ماما عاوتاني باش نجلسوا شويه اون سو كونسونتر سور لا بيتيت فامي، ونشوفوها بايجابيه اكثر، اننا غادي نجلسوا نتقربوا اكثر ونشوفوا شنو هي المشاكل، شنو خاصنا نعالجوا. بتات تكون واحد الكومونيكاسيون، واحد الحوار اللي يقدر يدينا الاشياء وانفراجات زوينين في حياتنا. ايفيكتيفمون هدى، من هنا غادي نطرح سؤال، علاش عندنا مشكل مع الطاقه ديالنا؟ لانه دابا علم الطاقه هو واحد العلم اللي مستقل بذاته، وفيه مجموعه من الامور اللي كانت بشكل لا بغينا نقولوا اوتوماتيكي في العادات ديال الجداوات ديالنا. اليوم احنا كنحاولوا شويه نديروها، واخا كنشوفوها او بعض الناس كيشوفوها على انها موضه الى غير ذلك. علاش ما كنهتموش بطاقه الطاقه ديال الفضاء ديالنا ديال وليداتنا، ديال التفاصيل اللي يمكن انها تعطينا واحد الحاجه اللي هي بوزيتيف، واحد الحاجه اللي هي ايجابيه، واحد الحاجه اللي هي مريحه. كنبداو نقولوا لا داكشي ما يمكنش يكون، رغم انه كاين في ثقافتنا في القديم. كاين في ثقافتنا، لان اول حاجه هو علم الطاقه هو علم خاصو يتدرس. خاصنا نعرفوه، هو عنده قواعد، عنده اشياء، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الناس ما كتقبلوش بشويه، الحمد لله دابا بداو الناس كيتقبلوه، ولكن لانه شيء غير ملموس. لان الطاقه ماشي ملموسه، حتى واحد ما علمنا اننا نعاوب بالطاقه ديالنا، حيت هو سيت ان ابرونتيساج. كما علمونا اننا كنوضو كندوشو كتحكي سنانك كديري تا تواليت كتمشطي شعرك كتخصك دوشي 2-3 فوا بار سيمين على حساب، هذه ما علموناش اننا ننظفوا الطاقه، لانها واحد البلاصه ماشي بارزه. ملي كضرك درسه كما قلت لك، ملي كضرك كرشك، ملي هذه راه كتمشي عند الطبيب كتعالجي كتهادي باسكو شي حاجه ملموسه، شي حاجه باينه. ولكن ملي كضرنا خاطرنا، ملي كضرنا ملي كنتفكروا دي زيموسيون، ملي كطلع لنا اون تريستيس، ملي كنشوفوا طاقتنا فابل، حتى واحد ما كيقول لك لا راه خاصك تدوا غوشارجي تي باتري. الوغ كاين في التليفون، اون فوا كيديشارج التليفون خاصك تشارجي، خاصك تلاقي مع اون سورس. اي دونك علاش حنا ما عندناش هاد العادات؟ لانه ما تنموش في المجتمع ديالنا، ما كانش عليهم دراسه. ولكن الحمد لله الان دابا العلم وهاد السوشيال ميديا بدينا كنفتحوا اكثر واكثر على هاد الشيء. دونك خاصنا نتعاملوا مع الطاقه ديالنا، لاننا حنا كلنا طاقه وكل شيء طاقه. الطاقه ديالنا بحال كيما كنتعاملوا مع الجسم ديالنا، كيما كتعلمي ملي انك كتغدي الجسم ديالك خاصك ضروري تاكلي تفطري تغداي تعشاي دوشي تنقي اي حاجه دخلات خاصها تخرج، لان اللي ما محتاجينش اون ترونسبير مي كديري سبور كتخرجي واحد. دونك كذلك الطاقه ديالنا والهلا الطاقه ديالنا خاصها تنظف بشتى الطرق. كاين بزاف ديال الطرق، سواء كتمشي عند اخصائي ملي كتكون في حاجه ماسه ليها، وكلشي دابا في حاجه ماسه، ولا كدير بعض الاشياء اللي هما كيكونوا بسيطه، سواء انني كننظف طاقتي بالتنفس. كاينين دي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون اللي كنتنفسوا بطريقه صحيحه، لاننا حنا ما تعلمناش نتنفسوا بطريقه صحيحه. اي دونك انا نجلسوا، ربما هي جزء اساسي مثلا في تقنيه اليوغا، هو انه الانسان كيبدا يتحكم في النفس ديالو، كيتعلم انه يتنفس بطريقه اللي هي سليمه وصحيحه. دونك هي ريسبيري افيك لا كونسيونس، التنفس بوعي، انني كنكون كنتنفس وانا واعي بالحركه التنفس فوالا، بالحركه بشايق وزفير ديالي، بالحركه التنفسيه ديالي. دونك نقدر نديرها واحد 10 دقائق في النهار ديالي، او نبدا بها النهار ديالي. دونك كاين طرق ديال التنفس، كاين طرق ديال التامل والاسترخاء، لانني ان حتى هما كيقدروا ندير بنادم انسان يدير اتوليي ديال اللي كيكون فيه 3 سوايع 4 سوايع اللي يقدر يتعلم فيه هذه الاشياء. اللي كدير فيه دي ميديتاسيون، اللي كتقدر تتخيل الاشياء كيفاش انت بغيتيها تكون وتامل فيها، وهذاك 10 دقائق كتقدر انها تخدم لك على النهار كامل، حيت كما بدينا النهار ديالنا كما كيسالي. بدينا بايجابيه كيسالي بايجابيه، وكنقدروا نتغلبوا على الستريس ديال الحياه. دونك ديال لا جورني. ثاني حاجه كاين كنتعلموا لي زيكزيرسيس ديال لانكراج، هو اننا باش كنكونوا متواصلين مع الطاقه ديال الارض، اللي هي طاقه مهمه انها كتغدينا وكتقدروا اللي بغاو بها لي تروما. اي دونك على كل انسان يشوف شنو هي الثيرابي اللي غادي تصلح ليه، وبضروري لي زافيرماسيون بوزيتيف، الاشياء اللي خاصو يقولهم كل صباح ايجابيا، هو واحد الروتين كيدار في الحياه. واحد الروتين خاصنا ناخذو، كما قلت لك، كما كتفيق كتفطر كدير لا تواليت ديالك، خاصك دير تشوف كل عندك واحد روتين طاقي باش يمكن تزيد القدام، باش تزيد القدام. نعم، وبصراحه ما سخيناش بيك، ربي يخليك. انا بديت كنحس براسي كنسترخي وانا كنتكلمي. ختاما، شنو هي الرساله المباشره تقدري توجهها للناس اللي ربما تيحسوا براسهم ما غنقول بلوكي؟ فوالا، اول حاجه هو اننا نساعدوا ونحلوا نفسنا اننا بوغ سوفوار شي حاجه جديده، لا سوربريز. ماشي حيت
حاجه الروتين كيقتل. واخا كديري حاجه واخا تشوفي واحد صاحبتك كل نهار كل نهار وكشي حاجه اللي هي كتفرح هي غادي افيك لو طون غتطلع لك في الراس. ولكن كنطلب كما قلت لك لو شانجمون كي ما كنقدوش عليه. دونك اول حاجه نكونوا عندنا واحد الثقه بان الامور غادي تمشي كما بغاها لنا الله. خاص يكون واحد الايمان اكيد. ثاني حاجه يكون عندنا واحد الامتنان للاشياء اللي عندنا ماشي اللي ما عندناش. اللي عندنا اننا الحمد لله بصحتنا اننا كنحسوا براسنا فحال كنقولوا بريفيليجي اننا راه باقيين هنا خدنا هذه الحرب كورونا ومازالين عايشين ومازالين كنخرجوا ومازال كنشوفوا احبابنا باقي وليداتنا حدانا باقينا اللي الناس اللي مشاو لهم الناس هذا راه كما كنعرفوا الموت علينا حق. يكون واحد التقبل ما نزيتيوش اننا منين نحسوا براسنا فريمون داكشي تعدى الحد ديالو اون كونسولت واخا حصه وحده باش تحل لينا الوعي ديالنا ونعرفوا ندركوا الامور اللي ما خدامهاش لينا. كما قلت لك لا غاتيتود الامتنان بالاشياء ونحاول نكتشف اشياء جديده. ما نبقاش ندير ديما هذاك الشيء القديم بحال دابا كيجيني كيقول لك شي واحد بغيت نرجع فلانه قديمه علاش ما نقولوش بغيت نكون واحد الانسان جديد شي حاجه نجربها اللي ما عمرني ما درتها نتلاقى ناس عمري ما تلاقيتهم ندير دي الوازيغ واشياء اللي ما عمرني ما درتهم سي كامسا اللي غادي نحسوا بان كاين واحد جديد لاننا حنا ديما كنسعاو اننا نديروا اشياء اللي درناها شحال هادي وتكونسومات. دونك نحاولوا نحلوا نفسنا على هوايه جديده على صداقات جديده معارف جداد بتات فيك افكار جديده في العمل ديالنا ولا كرياسيون ديال شي بيزنس ولا شي حاجه اللي نقدروا اننا نحسوا بان لا في ال كونتينيو فيها دي سوربريز وكل نهار كتفرحنا وداك التشويق وداك لاسبور هو اللي كيعطينا واحد الطاقه زوينه باش نعيشوا بها. طبيعه الحال والانسان دائما خاصو يحافظ على روح جديد والا غادي كيف ما كيقولوا يعني الخط المستقيم راه هو الموت ضروري من التذبذبات باش يمشي لقدام. فوالا الله يعطيك الصحه شكرا جزيلا لك هدى وشكرا لك على هذه المعلومات كلها اللي تقسمتيها معنا واكيد ان شاء الله باذن الله نتلاقاو فرصه قريبه باذن الله. ان شاء الله شكرا سكينه الله يحفظك. طبعا الحال كانت معنا اليوم هدى أستار هي اخصائيه نفسيه متخصصه في العلاج الطاقي اللي عطاتنا مجموعه من المعلومات حول الوضع اللي حنا تنعيشوا. هذا الشيء اللي دزنا منه ماشي سهل واللي كندوزوا منه ايضا ماشي سهل ولكن كيحتاج منا واحد الوعي اكثر كيحتاج منا واحد المجهود اكثر كيحتاج منا واحد الايمان اكثر كيحتاج منا الحمد بشكل اكبر وكيحتاج منا تقبل كيحتاج منا ايضا اننا نوقفوا على رجلينا ونقولوا الحياه هي هذه كل نهار خاص تكون حاجه جديده كل نهار خاص تكون اضافه جديده. واكيد انه بهذا النفس رغم الصعوبه ورغم انه كنحسوا يمكن بنفسنا مقيدين وما قادرينش بشويه بشويه اكيد انه نزيدوا القدام الا قدرنا غير نغيروا فكره في النهار راه انجاز كبير في حالتنا النفسيه اللي كنعيشوها جميع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وكنضرب لكم موعد الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله ودائما برنامجكم الواقع هو هذا. كنشكر الطاقم اللي رافقني اليوم كريم مايتسي واسماعيل كحلاوي دمتم في رعايه الله تصبحون على امل اجمل سحور شهي للجميع والى اللقاء.